هذا البرنامج يقدم لكم برعاية برانت. حكاية بني مزاد قديمة بزاف وما بدتش في الصحراء وين راهم ساكنين اليوم. تبدأ في الشمال في تاهرت، وين أسسوا في القرن الثامن دولة إسلامية مستقلة عن الخلافة الفاطمية وهي الدولة الرستومية. تاهرت كانت عاصمة الدولة الرستومية، طورت بزاف بالتجارة الصحراوية اللي كانت تخص تجارة الذهب والعبودية، وهكذا انتشروا الإسلام والهندسة المعمارية ديالهم حتى الواد النيجر في مدن غاو، تيمبوكتو وجيني. تاهرت كانت مدينة علم فيها عدة مكاتب وكتب مختلفة بالعربية والأمازيغية مخصصة في الفقه والطب وعلم الفلك. تاهرت كانت تاني مدينة وين كل الديانات عاشت مع بعض في السلام. بالصح في القرن العاشر خلافة الفاطميين دخلوا عليهم وريبوا مدينة تاهرت، إما للاجئين الرستوميين هربوا للصحراء وبنوا مدينة جديدة، مدينة إستراتن صدراتا في جنوب ورقلة. كانت صدراتا مدينة ذو هندسة معمارية رائعة، صح هي كان هربوا منها على جل عدة حروب، واليوم صدراتا راهي مخبية تحت رمال الصحراء. كي راحوا في القرن الحادي عشر من صدراتا استقروا في بلاصة مجبودة على حافة واد مزاب وين بناو غردايا اللي نعرفوها اليوم. كانت غردايا مكونة بعدة قصور محصنة، والمشهورين فيهم هما تغردايت، أتمليشة مالكة، أتيزقن، أثبونور، لجنانة العاطف. لدما طوروا هندسة معمارية جديدة بسيطة وجميلة وين كل بنايات كانت تتشبه وتتميز بالتواضع والتساوي على حسب الثقافة المزابية. هاد القصور كانت مخدومة كما في كل الصحراء بالطوب والحجر وجذوع النخيل ومسبوغة بالجل الأبيض. الهندسة المعمارية المزابية عجبت بزاف المهندسين المشهورين كما فيرنان بويون ولو كوربوزيي، وعلى هذا كل منطقة الميزاب معروفة بزاف اليوم ويزوروها بزاف السياح وتصنفت كموقع تراثي عالمي للإنسانية. ومن حكي الزمان نقولوا جمال بلادنا ما مثل جمال يحفظها من الشرق للغرب ومن الجنوب حتى الشمال. هذا البرنامج قدم لكم برعاية برانت.